صربيا روسيا الدور أمم الأوروبي الجولة السادسة وين صربيا تضرب بقوة روسيا بخمس أهداف لصفر، يعني وين كانت المباراة كانت شيقة، شاهدنا أربع أهداف في الشوط الأول، الشوط الثاني شاهدنا هدف واحد يعني نيمالي وين سجل هدف لصالح صربيا في الدقيقة العاشرة، لوكا جوفيتش الذي سجل في الدقيقة 25، ديسون في الدقيقة 41، لوكا جوفيتش الذي سجل في آخر دقيقة من الشوط الأول في الدقيقة 45، فيليب وين سجل هدف في الدقيقة 64 في الشوط الثاني، صربيا وين فاز ذهاب وإياب على روسيا، يعني اليوم وين ضرب بقوة بخمس أهداف وين صربيا يعني ما عطاش ولا فرصة روسيا، خاصة روسيا ما كانش نقولوا بلي كان عندها تضييع أهداف في الدقيقة 48 وين يوري الذي سجل ضيع هدف في الدقيقة 48، أنطونيو في الدقيقة 53، إيفان في الدقيقة 58، إسكندر كذلك من جانب صربيا في الدقيقة 82، نيماني كذلك في الدقيقة 89، يعني كانت مباراة تضيع أهداف كثيرة، وشأن ليدرانج نيكولا ستيفن أوريس فيليب ريستيك نيماني المسجل الهدف، نيماني كذلك يعني لوكا جوفيتش اسكندر في التشكيله تاع صربيا، روسيا كذلك وشاهدنا كيفاش مارينتو في الحراسه يعني في من جانب روسيا، جوفيري شنايوري شنادالير شان اسكندر انطونيو ايليكس انطونيو، يعني كانت المباراه مباراه وين كانت شيقه، مباراه يعني كانت نقولوا باللي اليوم وين صربيا وين لعب 4-4-2 روسيا شاهدناه كيفاش لعب بخطه 4-1-4-1، يعني كانت مباراه اللي نقولوا باللي صربيا ما خلاش فرصه روسيا باش ينظموا الصفوف تاعهم، يعني وتشوف اهداف كانت في اوقات حساسه، في الدقيقه العاشره نيماني وين سجل الهدف كان جميل، شنا لوكا كذلك في الدقيقه 25، دونسون يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقه 41، لوكا جوفيتيش اللي عاد وسجل الهدف الرابع والثاني له يعني والرابع لبلاده صربيا في الدقيقه 45، فيليب وين سجل الهدف في الدقيقه 64، يعني كانت مباراه كانت شيقه، مباراه اللي شاهدنا فيها اهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا فيها قوة صربيا اللي نقولوا باللي صربيا اللي عرف كيفاش يسجل أهداف، عرف كيفاش يفوز في الأخير أمام روسيا، وين نقولوا باللي روسيا حاولوا لكن بدون جدوى أمام صربيا، خاصة وين نقولوا باللي ضرب بقوة في الشوط الأول أربع أهداف كاملة في الشوط الأول، الشوط الثاني وين عرف كيفاش يمشي المباراة بعد ما روسيا رمى بكل ثقل من أجل تسجيل هدف شرف، لكن بدون جدوى شاهدنا فيليب وين في 64 يخطف هدف الخامس ويفوز، هذه هي الجولة السادسة نقولوا باللي صربيا يفوز بالنتيجة والأداء أمام روسيا في الدور الأمم الأوروبي، المباراة اللي نقولوا كانت مسيطرة عليها صربيا في كل نواحي، يعني على الطول والعرض صربيا هي اللي كانت مسيطرة، روسيا ما كانش عندها ردة فعل في الشوط الأول، الشوط الثاني أرادوا لكن بدون جدوى، هذه الجولة السادسة صربيا خمس أهداف روسيا صفر في الدور الأمم الأوروبي، سعيدوا.